أستأذنكم مرة أخرى في هذا الموعد اليومي لأوافيكم بملخص الحالة الوبائية لجائحة كوفيد-19 في 24 ساعة الأخيرة، حيث تم رصد 522 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي منذ 2 مارس 2020 إلى 25537 إصابة مؤكدة مخبريا. ووصل معدل الإصابة التراكمي إلى 70 حالة لكل 100,000 نسمة. وفيما يخص التوزيع الجغرافي لهذه الحالات فهو كالتالي: جهة طنجة تطوان الحسيمة 183 حالة موزعة على الشكل التالي: 167 بطنجة، 2 بالمديق، 7 بالحسيمة، 2 بوزان، و5 بتطوان. جهة فاس مكناس 146 حالة: 114 بفاس، 8 بمكناس، 4 بتونات، 14 بصفرو، و6 بتازة. جهة الدار البيضاء سطات 79 حالة موزعة كما يلي: 70 حالة في الدار البيضاء، 4 بسيدي بن نور، 3 بسطات، و2 بمديونة. جهة الرباط سلا القنيطرة 34 حالة: 16 بالرباط، 10 بالقنيطرة، 5 بتمارة، 1 في كل من سيدي قاسم، سيدي سليمان، والخميسات. جهة درعة فيلالت 27 حالة: 19 بالراشدية، 2 بميدلت، و6 بورزازات. جهة بني ملال خنيفرة 27 حالة، من بينها 14 حالة بخنيفرة، 10 ببني ملال، وحالة بكل من أزيلال، فقيه بن صالح، وخريبقة. جهة مراكش أسفي 9 حالات: 6 في مراكش، وجوج 2 في اليوسفية، وواحدة بأسفي. الجهة الشرقية 9 حالات: 4 بتوريرت، 3 بوجدة، وحالة واحدة بكل من بركان وجرادة. جهة سوس ماسة 4 حالات: 2 حالات ما بين أكادير، وجوج في إنزقان. جهة العيون الساقية الحمراء 2 حالات بالعيون. جهة الداخلة واد الذهب 2 حالات بالداخلة. فيما تبقى جهة قلميم واد نون بدون تسجيل أي حالة، والحمد لله. فيما يتعلق بعدد الحالات المستبعدة بعد إجراء التحليلات المخبرية اللازمة، فلقد بلغ مجموعها 20,733 حالة مستبعدة خلال 24 ساعة الأخيرة، وهكذا يصبح مجموع الحالات المستبعدة في بلادنا 1,269,657 حالة مستبعدة. بالنسبة لبرنامج المخالطين فلقد وصل عددهم حتى الآن إلى 122,180 مخالط تم تتبعهم منذ 2 مارس، ولا زال إلى حد اليوم 16,151 تحت المراقبة. بالنسبة لحالات التعافي فلقد سجلنا والحمد لله 475 حالة تعافي، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 18,435، أي بنسبة تعافي تناهز 72%. لكن وللأسف لا زلنا نسجل يوم بعد يوم وأسبوع بعد أسبوع خسائر في الأرواح، ولا زال عدد الوفيات في تصاعد مستمر في كل المستشفيات، وخصوصا بين الفئات الهشة. ففي 24 ساعة الأخيرة سجلنا أعلى معدل يومي، حيث بلغ عدد حالة الوفيات 15 حالة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات بكوفيد-19 في بلادنا إلى 382 حالة رحمهم الله جميعا، وهي موزعة على الشكل التالي: 5 حالات
أو خمس وفيات بالدار البيضاء، خمس وفيات بطنجة، جوج الحالات جوج وفيات بفاس وجوج بمراكش، وحالة وفاة بالرباط. من جهة أخرى، وصل مجموع الحالات النشطة إلى اليوم التي هي قيد العلاج إلى 6720 حالة نشطة، يتم توزيعها على الشكل التالي: في جهة طنجة تطوان الحسيمة هناك 2151 حالة ترقد في مستشفيات هذه الجهة. بالنسبة لجهة فاس مكناس 1657 حالة نشطة. جهة الدار البيضاء سطات 1541. جهة مراكش أسفي 554. جهة الرباط سلا القنيطرة 420. جهة بني ملال خنيفرة 108. جهة درعة فيلالت 107. الجهة الشرقية 89 حالة نشطة. جهة الدخلة والذهب 50 حالة. سوس ماسة 34، والعيون الساقية الحمراء 8 حالات، وجهة قلميم ودنون حالة واحدة نشطة. المجموع 6720 حالة نشطة. من بين هذه الحالات توجد بعض الحالات الحرجة وهي على الشكل التالي: عددها 79 حالة حرجة ترقد بأقسام الإنعاش. 79 على الشكل التالي: الدار البيضاء سطات 25 حالة، من بينها 7 حالات تستدعي التنفس الاصطناعي. فاس مكناس 10 حالات. مراكش أسفي 20 حالة. الرباط سلا القنيطرة 6 حالات، من بينها حالتين تحت التنفس الاصطناعي. وسوس ماسة حالتين. وطنجة تطوان الحسيمة 16 حالة، من بينها حالتين تحت التنفس الاصطناعي. وبهذا نأتي إلى نهاية موعدنا، وشكرا على تتبعكم.